ابتداء من اليوم إن شاء الله سيتسنى لزبائننا تلقي فواتيرهم عبر الرسائل النصية القصيرة بمجرد إنشائها دون انتظار المدة الكلاسيكية لطبع وتوزيع الفاتورة، بحيث بمجرد تلقيهم الرسالة النصية القصيرة سيتمكنون من دفعها بسهولة إما عبر الإنترنت من خلال التطبيقات مختلف التطبيقات يعني المتاحة في وكالة الزبائن سيال والله عن طريق مكاتب بريد الجزائر. كما ستسمح لنا هذه الخدمة من إبلاغ الزبائن عند الحاجة في حالة برمجة أشغال صيانة أو وقوع خلل تقني مهم قد يؤثر على استمرارية الخدمة العمومية للمياه، وذلك بإرسال رسائل نصية قصيرة محددة جغرافيا للزبائن المعنيين. في نفس السياق سيتسنى لسيال إرسال رسائل مستهدفة في حالة تسجيل استهلاكات مفرطة في الماء، وهذا لتشجيع الزبون على ترشيد استهلاكه. الهدف تاعنا هو إشراك المواطن في التسيير المحكم والمستدام للمياه. كما أستهل هذه السانحة للإعلان عن خدمة جديدة سيتم إطلاقها قريبا بالشراكة مع شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك رصاتيم، ألا وهي خدمة دفع فواتير المياه عبر الرموز المرسلة لتوكن عن طريق الرسائل النصية القصيرة. ويمثل هذا النظام سيدي الوزير سابقة في الجزائر في تبسيط وتأمين المعاملات بالإضافة إلى ضمان سرية البيانات الشخصية. تعد هذه الخدمات مجانية بالنسبة للزبائن وتدخل في إطار رقمنة وتطوير الخدمة العمومية للمياه والتطهير. اليوم تحتوي القاعدة البياناتية لسيال على أكثر من 70% من أرقام الزبائن تاعنا، وسننطلق ابتداء من اليوم في حملة واسعة من أجل تحيين كل الأرقام، وهذا من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الزبائن للاستفادة من هذه الخدمات. أما على صعيد تأمين البيانات فتعد هذه الخدمات آمنة تماما وتحترم خصوصية زبائننا، أين يتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة طبقا للوائح القانونية المعمول بها، وبالأخص القانون 18-17 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. في الأخير أود أن أشكر وأتقدم بالشكر الخاص والجزيل إلى فرق سيال التي سهرت وعملت على تطوير وإنجاز هذا المشروع، وكذا شركائنا أريدو جيزي وموبيليس وهيئة تنظيم البريد والاتصالات الإلكترونية على دعمهم وتعاونهم المثمر الذي جعل هذه الخدمة ممكنة. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.